في حال غزت، في حال غزت، هل تكون العقوبات الأمريكية قاسية إذا ما فرضت؟ ما أعتقد. لا قلق في موسكو؟ لا طبعا أكو قلق. موسكو هو شوف موضوع أوكرانيا تحديدا هو كل ملف بأضعاف الاقتصاد الروسي وتقليل النفوذ وسيطرة روسيا على المناطق القريبة من روسيا أو المناطق المتبقية التي تعتبرها حديقة خلفية. بالضبط. نعم. أو المناطق المتبقية من يعني الاتحاد السوفيتي. نعم. من السوفيت، فهذه كلها تقليل لروسيا وهذا كله يأثر عليهم على الاقتصاد الروسي. روسيا بالمناسبة روسيا يعني هي قلقة أكثر من أمريكا وأوكرانيا من في حال أي عقوبة.